تنبيه، هذه الحلقة ليس هدفها فرد بل بيان الضلال الحاصل. علي الكيالي كما يعرف نفسه: أنا الحفيد رقم 48 إلى جدي رسول الله، وإني من الأشراف أهل البيت الأشراف الهاشميين. هاي هوية، نحن من السادة الهاشميين، تريد ترضى بتريد ما ترضى. وعندما تدخل لتسمع كلامه، بما أنه يدعي أنه يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجده إما ينكر الثوابت الدينية كإنكار الصراط المستقيم، هي شعرة وسيف فوق جهنم وفوق جهنم وبدنا نمر عليها، أو تجده يتعدى على الأنبياء. معلش نكون واقعيين، مع أنه يعقوب نبي ابن نبي ابن النبي وأولاده أنبياء من أصحاب الوحي، كان فاشل مع احترامنا الشديد في ضبط الأسرة. أو تجده ينشر أفكار معتزلة كإنكاره لعذاب القبر. يا أخي والله العظيم يعني إلا بتكون تعذبوا العالم يعني إبليس يسرح ويمرح والبشر المساكين عم يتعذبوا بأنكروا كثير. أو تجده يحرف النصوص القرآنية كإنكار الشفاعة يوم القيامة. الآية 44: لله الشفاعة جميعا، فالله لم يعطي قائمة بأسماء الشفعاء. يقول لك الولد يشفع لأمه وأبوه، والشهيد يشفع لسبعين، وفلان يشفع وفلان يشفع. أو حتى تجده يهبد علميا بأمور ليس لها أدلة. قبل جيمس ويب بأكثر من 20 عاما كنت أول من تكلم بوجود كون آخر معاكس، أنا أوجدتها عن طريق مادة تسمى الطوبولوجيا، وغيرها الكثير من الضلالات. وعندما كان أصحاب العلم يبينون له ضلالاته رد عليهم هكذا: جرزمي من الكذبة، من الفجرة، من خريجي السجون، من المجرمين، من الشاذين، طبعا خريجين سجون أو شاذين جنسيا إلى آخره، ما رح أدخل بهذه التفاصيل. حتى الشيخ عثمان الخميس لم يسلم منه. يعني عثمان الخميس بيعمل فيديو توضوا مثلي، انت الهك عثمان الخميس ما الهك الله، عنده وقاحة مع الله عجيبة، بيقول الناس توضوا مثلي. طبعا الشيخ عثمان الخميس لم يقل توضؤوا مثلي، هذا عنوان المقطع في قناته، صفة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس صفة وضوء عثمان الخميس. ما وراء كواليس علي منصور الكيالي. إنكار عذاب القبر. بكل بساطة قال الكيالي: لا يوجد عذاب قبر، الأمر كله مجرد أسطورة قديمة. أسطورة عذاب القبر من أسطورة عشتار في ملحمة جلجامش البابلية، أنه لا عذاب قبل الحساب، لا عذاب قبل الحساب. هنا طبعا أهل العلم قالوا له: كيف تنكر عذاب القبر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه موجود؟ ويجب أن تستعيذ بالله منه في كل صلاة وتشهد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها عذاب القبر. هنا قال الكيالي: لم أقتنع بهذا الحديث. فرد أهل العلم مباشرة: لم تقتنع، الحديث موجود في الصحيحين، ولكن سنمشي معك للأخير، سنعطيك حديث نبوي آخر. ألم تسمع أن الكافر بعد أن يدخل القبر يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين؟ يعني كل المخلوقات تسمع عذابه باستثناء الإنس والجن، هما الثقلين، يعني الحيوانات تسمع. He took the parrot back to the graveyard and he recorded. Yeah. Watch what happened. See now speaks Allah. The parrot before he was happy. Now look. Allahu Akbar. See what he's saying. The behavior of the parrot changed. Subhanallah. You know how parrots they mimic the voice that they hear? Look at the screams, the high pitched screams. Screams. She's looking down. ولكن الكيالي أصر على إنكار عذاب القبر، واستمر أهل العلم بتبيين له الأحاديث النبوية التي تتحدث عن عذاب ونعيم القبر. مثلا عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فجأة قاطع حديثهم الكيالي ولسان حاله: لا أريد أن أسمع أي أحاديث نبوية في إثبات عذاب القبر، فالعقيدة لا تؤخذ إلا من النص القطعي. يقول: أسباب العقيدة تؤخذ من القطعي الثبوت من القرآن وليس من ظني الثبوت الحديث. يعني يخبرك أنه لا يعترف بالأحاديث النبوية لأن بها ظن وشك، ربما لا تكون صحيحة، فقط يقبل القرآن الكريم. فقال له العلماء: يا رجل، كل الأحاديث التي أخبرناك إياها هي أحاديث متواترة، والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي ليس به ظن. اقترب. الحديث المتواتر هو حديث رواه جمع كبير من الناس لا يمكن تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، وله شروط صارمة ليصل لدرجة التواتر، فإذا وصل فهو في أعلى درجات الصحة والثبوت. لكن الكيالي أصر على اعتماد القرآن الكريم فقط وإنكار السنة النبوية في عذاب القبر، وهذا دليل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طبعا هذا فهمه الخاص الآية وليس تفسيرها الحقيقي. معنى الآية وفق كل كتب التفسير وابحث بها أن الإياب المراد به
به في الآية الكريمة هو العودة إلى الله عز وجل للجزاء والحساب. الله تعالى يخبرك في القرآن الكريم آيات كثيرة بها إشارات عن عذاب القبر. أما القرآن فقد جاءت فيها إشارات لعذاب القبر في قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما عذاب القبر فاستمع إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، مادين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار، أخرجوا أنفسهم، وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب. يقال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ عند موته. ورغم كل ذلك من آيات قرآنية وأحاديث متواترة تجده يستمر في عناده وضلالاته. أيها الأحبة، ربما يقول أحدكم الآن: يا محمد، ينكر ولا ما ينكر؟ هذا أمر يعود له، في النهاية كلنا سنموت وسنعرف هل هناك عذاب قبر أم لا. الأمر لا يحتاج كل هذا النقاش، بل يحتاج، فالمسألة تضرب المسلم في عقيدته. فمن كذب بعذاب القبر فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص وعارفا لكن يكابر وينفي فهو كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر، لكن يقال إنه ضال. إنكار الغيبيات. لم يكتف الكيالي بإنكار عذاب القبر، بل أنكر تقريبا كل شيء. ليس ذلك فقط، بل تجده ينكر الشفاعة يوم القيامة. شفاعة لله حصرا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يريدني في النار، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي أحد، طفل صغير، شهيد، جاري، كذا، وأدخلني إلى الجنة، طبعا حاشا لله، سوف أحب الذي أدخلني إلى الجنة أكثر من حبي لله. وتجده ينكر فتنة يأجوج ومأجوج. ولا يوجد فعلا أن هنالك قوم هائلي العدد والعدة ولكن مختبئين خلف سد. وتجده ينكر شرك الكفار. ترحموا على جميع الناس، فليست مهمتنا أن نقرر من في الجنة ومن في النار. لم يبق شيء في عقيدتك إلا أنكرها. أخبرتك يضرب المسلم في عقيدته، لدرجة أنه حرف الكثير من الآيات القرآنية وبنى الأحكام بناء على فهمه الخاص الخاطئ، فتجده قد جرم التعدد. لكن إذا إنسان لم يتفاهم مع زوجته، الإسلام لم يضع له أن يتزوج عليها، بل قال أن الزواج في الجنة معنوي. الحور العين هو مجتمع مؤنث لكن ليسوا زوجات، إذن هو زواج فكري وليس زواج للأجسام. هبداته العلمية. الكيالي كما يعرف نفسه على يوتيوب أنه مهندس معماري، وفي نفس الوقت تجد له مقطع تحت عنوان: سبق علمي فيزيائي كوني على مستوى العالم يحققه الدكتور علي كيالي منذ أكثر من 20 عام، وتثبته وكالة ناسا. أعتقد هذه فقرة وليست عنوان. المهم، يقول في مقطعه أن ناسا عبر تلسكوبها اكتشفت كونا آخر يشكل مع كوننا شكل الساعة الرملية كما هذه الصورة. ويقول الكيالي أنه أخبر عن هذا الاكتشاف قبل ناسا بكثير، يعني هذا بالنسبة له سبق علمي. عندما تم البحث وراء كلامه وجدوا أنه لم يتم اكتشاف كون موازي ولا غيره. ناسا نفسها في موقعها تقول: تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا يلتقط شكل ساعة رملية نارية بينما نجم جديد يتشكل، يعني الصورة لنجم جديد يتشكل، وليس كون آخر معاكس يشكل مع كوننا شكل الساعة الرملية. ولكن الكيالي وجد شكل ساعة رملية، قال: هيا لنؤول الأمر كما يفعل في عادته. أنه يوجد كون آخر يشكل مع كوننا شكل الساعة الرملية، قلت لكم طوبولوجيا. حتى المتخصصين في عالمنا العربي عندما شاهدوا محاولاته لتلفيق الشرع بالفيزياء بالطاقة بالشعوذات من خلال حلقاته مثل المادة والطاقة في القرآن الكريم، أسرار الصحة والطاقة الإيجابية، شكرات الطاقة والألوان في القرآن الكريم، لماذا صلاة الجماعة ب 27 ضعف، ردوا عليه. دكتور شيرين السالمي باحثة في الفيزياء النووية تقول معلقة على محاضرة الطاقة والقرآن: بصراحة عند مشاهدة فيديو الكيالي وجدت صعوبة بالغة في إيجاد معلومة علمية واحدة صحيحة ودقيقة. أو مثلا المهندس صلاح العتيبي معلقا على حلقاته يقول: له مني جيب ليكسز إذا أثبت صحة نتائج بحثي بأي طريقة علمية معتمدة. ويكمل أن هذا التحدي مفتوح إلى قيام الساعة، سئمنا من الكذب العلمي وتزييف الحقائق. أيها الأحبة، لماذا تناولنا هذا الموضوع؟ لأنه خطير جدا عليك كمسلم. يقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقال أيضا: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وسبب تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أنهم سيكونون منافقين مخادعين ولكنهم بارعين جدا في الكلام، فيتوهم من يسمعهم أنهم علماء، ويكمن خطرهم الحقيقة أنهم يوقعونك في الكفر وأنت لا تدري، والنتيجة
تفريق الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنصيحتي لك أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، أنه لا بد علينا من تعلم علم الشرع وتعلم العقيدة الصحيحة، فيكون العلم في حياتك هو النور الذي ينير طريقك والبوصلة التي توصلك إلى بر الأمان. في النهاية وقبل أن أنهي الحلقة، أود أن أخبركم أنني قمت بحمد الله بتسجيل كتابنا من زاوية مختلفة صوتيا بشكل كامل على تطبيق ستوري تيل، والذي يتابعنا من القدم يعرف أننا بين الحين والآخر نسجل كتب صوتية. حرص جدا أثناء العمل على هذا الكتاب أن أجمع به كل الأمور التي تهم كل شاب في مقتبل حياته والتي واجهتني شخصيا، وحتما ستبحث عن إجاباتها يوما ما. ستسمع مني تجارب وقصص واقعية عشتها وساعدتني في تخطي كثير من الشبهات التي مرت علي في حياتي، فستجد بإذن الله ما ينير عتمتك وما يجيب على أسئلتك وما يدفعك للأمام في مستقبلك بإذن الله. أحب أن تستمعوا له في أوقات فراغكم، وأحب أكثر أن أقرأ آرائكم عنه، وسأتابع بإذن الله كل تعليقاتكم عن الكتاب وما يتعلق به من داخل التطبيق. وضعت لك في الوصف رابط من خلاله تستطيع تحميل التطبيق والاشتراك به. وخلال شهر 10 الشهر الحالي إذا اشتركت ستحصل على خصم بقيمة 60% لأول 6 شهور، وهذا عرض أول مرة تقدمه ستوري تيل لنا. فاغتنموا الفرصة واشتركوا في التطبيق واستمعوا لكتاب من زاوية مختلفة وغيرها الكثير من الكتب التي قمنا بتسجيلها مسبقا. بالنهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.